في الحقيقة في عدد من الأمور اللي احنا عايزين نتكلم عنها، وبالتحديد المكاسب من مباراة امبارح. أولا صالح جمعة، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، لعيب. أنت ليه يا ابني كنت حاربنا يا ابني من كل التألق ده؟ يعني حاجة غريبة بصراحة. صالح جمعة ما شاء الله لعيب جامد جدا، يمين شمال موجود، بيلعب بأي حاجة. الراجل لما الكرة بتبقى في رجله بنبقى مطمنين كمتابعين أو كأهلاوية بيتفرجوا على الماتش. لما الكرة بتيجي في رجل صالح جمعة أنت بتبقى مطمن إن هو هيطلع الكرة صح. ده السرهات بتاعته كلها للجون على طول، يعني لعيب كبير جدا في الحقيقة، وإحنا مبسوطين جدا بمستوى صالح جمعة، والحمد لله ربنا هديه كده وربنا يكرمه ويكمل له عقله، وإن شاء الله يفضل على هذا المنوال وهذا التألق، وإن شاء الله الفترة الجاية يكون في تألق متزايد بالنسبة لصالح جمعة ومتصاعد كمان مع توالي المباريات، خصوصا إن صالح لاعب مهم قوي واكيد هيكون ليه دور كبير جدا مع منتخب مصر ان شاء الله باذن الله لو استمر بهذا المستوى في بطوله الامم الافريقيه اللي كمان شهر او شهر ونص بالتحديد.